بطوط عامل ايه؟ ازيك يا بطل؟ انا هكون عامل ايه يعني؟ انا فين وانتو مين وايه اللي جابني هنا؟ انت بطل الستوري بتاعتنا النهاردة. بطل الستوري ايه؟ خرجوني من هنا، انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. لا، انت لازم تحكي معانا النهاردة الستوري بتاعتنا عن الانرجي والانرجي سورسز. ايه الانرجي والانرجي سورسز دي؟ لا، دي حدوته طويله وانت لازم تستنتجها معانا. طب خرجوني الاول. لا، مش لازم تخرج من هنا، مش ينفع تخرج من هنا غير لما الاول تجاوبنا على الاسئله بتاعتنا. طب في حد ممكن يساعدني؟ احنا كتير قوي وهنساعدك، واول حد ممكن يساعدك هيقولك ايه هي الانرجي اصلا. الانرجي هي الطاقة. طاقة؟ وإيه هي الطاقة أو الانرجي؟ الطاقة دي أو الانرجي هي ability to do work، القدرة على بذل شغل أو بذل عمل. طيب إيه هي السورسز بتاعت الانرجي؟ إيه هي مصادر الطاقة؟ احنا ممكن نستنتجها. طب سيبوني كده فكر شوية. فكر يا بطوط واحنا معاك. طيب دي سهلة قوي، يعني انا ممكن اقول ان الانرجي سورسز في منها رينيبل ريسورسز ونون رينيبل ريسورسز، اللي هي ايه؟ الطاقة المتجددة والطاقة غير متجددة. برافو عليك يا بطوط، انت كده وجدتها. يبقى الانرجي سورسز مصادر الطاقة بتنقسم الى مصادر طاقة متجددة renewable resources، مصادر متجددة، و non renewable resources يعني مصادر غير متجددة. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ how to differentiate between renewable resources ونون رينيبل resources؟ اقول لكم، دي سهلة جدا، دي اي حد ممكن يعرفها. رينيبل resources مصادر الطاقة المتجددة renew themselves، يعني بتجدد نفسها. صحيح يا بطوط. طب احنا ممكن نستنتج زي ايه؟ زي السن، الشمس، طاقة الشمسية. sun بتجدد نفسها، بتخرج كل يوم بنفس الطاقة، يبقى sun renewable resources من مصادر الطاقة المتجددة اللي هي renew themselves، بتجدد نفسها. طب وايه تاني renewable resources؟ ايه تاني مصادر متجددة؟ الwind، wind energy، طاقة الرياح. الwind، رياح. طيب وايه تاني؟ والwaterfall شلالات. برافو. طيب نقولهم مع بعض، sun wind waterfall، sun wind waterfall، كل ده renewable resources او مصادر متجددة. طب احنا ممكن بقى نستنتج ايه هي non renewable resources وليه هي non renewable resources؟ هي non renewable resources لان هي don't renew themselves، ما بتقدرش تجدد نفسها، يعني هي بتبقى موجودة وبتخلص، موجودة وبتخلص، موجودة وبتخلص. طيب ايه هو non renewable resource اللي بيبقى موجود وبيخلص مع الزمن؟ زي الكول، صح، بتروليوم، البترول، صح، ده بينقص وبيبقى موجود وكل ما بنستخدمه بيخلص، يبقى non renewable و don't renew themselves،
يعني بيبقى موجود وبيخلص وما بيجددش نفسه تاني. طب وايه تاني؟ زي ناتشورال جاز، الغاز الطبيعي. ناتشورال جاز. يبقى عندنا النون رينيوبل ريسورسز، مصادر الطاقة الغير متجددة، زي الكول، فحم، بتروليوم، ناتشورال جاز والغاز الطبيعي. طب دي سهلة قوي، يعني احنا عرفنا النهاردة ايه هي الانرجي، هي ability to do work، وعرفنا ايه هي السورسز بتاع الانرجي رينيوبل ونون رينيوبل، وعرفنا ايه هي مصادرها الرينيوبل، ايه هي الامثلة بتاعت الرينيوبل ريسورس والنون رينيوبل ريسورس. الرينيوبل ريسورس زي الصن، شمس، ويند، رياح، والووتر فول. وكمان النون رينيوبل ريسورس don't renew themselves، ما بتجددش نفسها. don't renew themselves، ما بتجددش نفسها. وهي امثلتها الكول، فحم، بتروليوم، بترول بيخلص، ناتشورال جاز الغاز الطبيعي وبرضه بيتناقص وبيخلص وما بيجددش نفسه. عرفت يا بطوط ان حدودتنا جميلة وشيقة، ولما انت تبقى البطل فيها هتبقى مبسوط معانا جدا، وهتبقى مبسوط ان انت اديت صحابك معلومات جميلة، وهتطلب مننا ان انت تبقى معانا في القناة بتاعتنا، وهتطلب كمان من اصحابك دلوقتي ان يعملوا لايك وشير سبسكرايب علشان يسمعوا منك معلومات كتيرة عن ايه هي الانرجي واليوسفول اوف انرجي معانا في الحلقة الجاية. يبقى هنعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكوا يا اصحابي معانا في الحلقة.